بما أن الأم قلنا مستوى الوعي عندها أكبر، حس المسؤولية يمكن أكثر، هل تتوقع أن في تفاوت بين الفجوة بين الأم والأبناء والفجوة بين الأب والأبناء؟ أنا حريص أن أكون عادل يعني في الطرح. تمام. الأم قريبة من الكل، من نعم. الذكور ومن الإناث. نعم صحيح. قريبة من أبنائها الذكور ومن بناتها الإناث. صحيح. تمام. الأب يمكن تكون ظروف الحياة بشكل أو بآخر خلته يضطر أن يكون بعيد. يعني هذا شوي نعفيه يعني من نسبة معينة من المسؤولية. نعم. بحكم طبيعة الحياة. نعم. لكن بعد أساس يكون واقعي وأساس يكون نخرج بشيء يعني مفيد، ما نعم. ما نقع في فخ التهوين أو مثل ما يقول تبسيط الأمور. لا نعم. يعني نقول الكلام مثل ما هو. حتى الموجودين في إماراتهم اللي يشتغلون ودواماتهم قريبة من بيوتهم أيضا في تقصير. في تقصير. نعم. يعني لما أقول إن الأم قايمة بدور أكبر بكثير من الأب فأنا أب. هذه حقيقة. يعني حين أنا يعني أدور على نفسي. تمام. يعني أنا أقولش أنا أشوف زوجتي قايمة بدور أكبر من الدور اللي أقوم فيه أنا.